بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل الفسيخ بأبسط طريقة. احنا معنا هو الثلاث فسيخات، الوزن بتاعهم 1.5 كيلو، وبنمسك الفسيخة زي ما احنا شايفين، بنغسلها من عند الخياشيم ومن بقها ومن كل مكان. بعد كده بنجيب مناديل المطبخ وبننشف الفسيخة بتاعتنا اللي هي السمكية بتاعتنا من كل ناحية، ولو فيها اي دم اي حاجة بنشيلها بالمناديل بتاعتنا ده. ايوه، بنشفها كويس قوي بحيث ما يبقاش فيها ميه خالص، عشان هي الريحه اللي مش كويسه بتطلع بسبب ايه، ان بيكون معمول وهو فيه ميه يعني. فاحنا بنشفها بقى كويس قوي، بنجيب مجين ملح الرشيدي الخشن، مش الملح العادي ولا الملح الناعم ولا الكلام ده خالص. بنحط عليه حبه بابريكا، وبنحط عليه كركم، ايوه، وبنحط معلقه سكر بتبقى ماده حافظه، بنحطها ايوه كده، وبنحط عليها نقطه زيت، ايوه نقطه زيت صغيره خالص، ايوه. بعد كده بنمسك الخليط ده كله بنقلبه كويس قوي. شايفين الملح شكله ايه؟ شايفين ملح صخري، ده بيتجاب من عند العطار يعني، موجود مش موجود في اماكن معينه، لا هو موجود عند العطار. احنا بنمسك بقى الفسيخه بتاعتنا اللي هي السمكيه، وبنعمل لها مساج من كل ناحيه. المساج ده بيفيد في ايه؟ بيفصل اللحم عن الجلد، ما تبقاش السمكيه معاكي ناشفه، لا بتبقى طريه وما شاء الله عليها. ايوه، بنعمل لها مساج من كل ناحيه كده زي ما احنا شايفين، تمام كده، ايوه، تطرى بقى معاكي وتبقى جميله. وبعدين بنلفه كده بالملح، ايوه ناخده نلفه كده اهوت من بره كله بالملح بتاعنا الجميل والخلطه بتاعتي، ايوه. وبعد كده بنيجي ماسكين سمكايه وبنيجي نحشي من عند الخياشيم، ايوه بنحشي كده من عند الخياشيم حشو كويسه، ايوه تمام. وما تخافيش مش هيطلع حادق ولا اي حاجه، بالعكس هيطلع في منتهى الجمال، ايوه. وبنحشي البق برضه كل واحدة، وبنعمل فيها نفس اللي عملناه في السمكية الأولانية، أيوة بنحشي برضو كده، تمام. وبعد كده بنحط برضو في البق بتاع الإيه السمكية، يعني الموضوع كله مش هياخد معاكي ثواني يعني، الموضوع أبسط شيء، تمام. وبنيجي برضو حشين بقى خيشهم برضو كده جامد ومن عند البق. وبعد كده بنجيب العلبة بتاعتنا بنكون مجهزينها، حاطين فيها مش 15 كيس ولا حاجة، هو كيس خفيف وكيس تنقيل شوية، وبنحط فرشة كده من الخليط بتاعنا، وبنحط سمكاية راسها كده، وبعدين بنحط شوية برضو من الخلطة بتاعتنا، وبعدين بنحط سمكاية العكس الراس الناحية التانية، تمام. وبرضو بنرش عليها رشة كده كويسة، وبعدين بنحط برضو سمكاية تانية، وبقية الخليط بنحطه عليه. طبعا السمك ده هنفتح عليه بعد 8 ايام بالظبط، هنفتحه ونشوفه مع بعض وكده. بنخرج الهواء من الكيس، بنربطه كويس، وبنقفل العلبه بتاعتنا وبالف هنا وشفا، ايوه بنغطيها كويس وبالف هنا وشفا، وهنفتحه بعد 8 ايام.